اليوم ما عادش قوى يسار بالمعنى ما عادش عنده حتى خطاب يساري، لا مواقف يساريه، لا تحاليل يساريه، لا مقاربه يساريه. انت يقول لك انا يساري ومتحالف يخدم صانع عند حافظ السبسي ولا يخدم عند اللومي صانع، شكون فقرهم البلاد؟ شكون همشى 50 سنه في النهضه في 6 شهور فقرتها؟ تعال شكون داروا شو؟ شكون باعها البلاد وشكون فرقها وشكون يا اخي اللي يا اخي بن عمار اللي يخدم معاه تو طارق بن عمار يا اخي بوك المنظر ما فرقش المرسل كل على العيان وفك الناس فكان. ويقول لك انا يساري، شمن يساري؟ يساري الكتفكات. لكن الشباب يساري. الشباب نتاع اليسار هذه اللي يحسبوا الواحد ثوره كبيرهم علاش ينسقوا ورا اليسار؟ اليسار عندهم علاش تقول لك انا حرب خاطر الاعلام نجم يقنعهم انه زعمات. علاش الناس كنت تحبوا لي زعمات في اليسار؟ لانه اللي يولي زعيم تولي عنده قداسه، يتسكر كراسات صفر والزعيم قال يدافع عليه. اليوم نعطيك امثله بسيطه وسهله، قالوا اللي حمى مش يتحالف مع الجبهه، هذا هو حمى نتاعنا وهذه هي الجبهه واحد. جاء قال تكتيكين سأتحالف مع النداء تونس في نفس الصفحات نفس العباد اللي تبر هذه حتميه وهذه تكتيك وهذا ندرى شنو معناها في معناها التبرير اللي يلوموا فيها على الاطراف الاخرى، قالوا الاطراف الاخرى تبع في المشايخ نتاعها بالضبط، بينما في الناظه في مجلس الشورى يتعاركوا وساعة الشيخ يخرج يحلي نعطيكش حاجه. انت شوف بالله باش ننظموا النقطه هذه بالذات، معناها باش ما نبقاوش احنا نشخصوا في الوضعيه دون ما نقدموا بعض الحلول. اليوم ليش نحتاج في مسار الانتقال الديمقراطي؟ شنو اللي نحتاج له اليوم ازاء الوضع اللي قاعدين نعيشوه، سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية السياسية أو من الناحية الاجتماعية؟ احنا في واقع الأمر عندنا على الهاتف اتصال باش يعطينا مداخلة حول هنا ما يمكن أن يقترحه من حل في إطار أنه يمثل ائتلاف وطني لاستكمال أهداف الثورة. سي عبد الحميد الطرودي نسمعوه ثم نواصلوا التحليل. مرحبا بك سي عبد الحميد. نعم مرحبا. السلام عليكم. نعم مرحبا. إذن نعم. سي عبد الحميد تسمع فيها؟ اي نعم. إذن بالنسبة لكم شنية الأهداف، شنية المقترحات متاعكم باش نعم. تحاولوا تكملوا المسار متاع الانتقال الديمقراطي بالنسبة للحظة الفارقة اللي قاعدين نعيشوا فيها في تونس اليوم؟ نعم بالنسبة لنا نحن أهم المقترحات اللي احنا اقترحناها واللي جزء منها تضمن يعني البيان التأسيسي، أول شيء دعينا ليه تأسيس هيئة وطنية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الرزنامة التي أعلن عليها الوزير الأول يعني في الندوة الصحفية الأخيرة بتاريخ 29/7/2013 والمتعلقة أساسا بالمصادقة على الدستور في موفى شهر أوت، فمهم الالتزام بهذه الرزنامة وكذلك استكمال بقية الهيئات في 23 أكتوبر 2013 وكذلك الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2016. اي معناها في اطار واعطاء معناها الضمانات اللازمة للشعب التونسي، والضمانات هذه ما تكون كان عبر ايجاد آلية للمتابعة والمراقبة الى اي مدى معناها ستنفذ الحكومة هذه الالتزامات، فهذا اهم هدف من اجله تشكل الائتلاف، وكذلك جمله من الاهداف الاخرى من بينها تحقيق اهداف الثوره واستكمال شروط الانتقال الديمقراطي للشكل السلمي. ثم كذلك نعم شنو اللي تعتقدوا انه يمنع اليوم من اكمال اهداف الثوره على مستوى الواقع؟ نعم اذا اليوم عطلنا معناها مصالح الدوله، وإذا اليوم يعني عطلنا سير أعمال وأشغال المجلس التأسيسي الوطني الذي هو أعلى سلطة في البلاد جاءت بها الثورة التونسية، ففي تعطيلنا لأداء يعني هذه المؤسسة بدورها للقيام بدورها المنوط بعهدتها نحن سنعطل مصالح الشعب التونسي. فاليوم إذا كان سمحنا بتعطيل يعني والمصالح وتعطيل المؤسسات سندخل البلاد يعني في المجهول. اليوم تصور المواطن التونسي خاصة ونحن في شهر رمضان يتعطل النقل، تتعطل يعني كل المصالح المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن التونسي. ما الجديد الذي سنقدمه للتونسيين في تونس بعد الثورة؟ كيف اليوم نقبل يعني كتوانسة وكفرقاء سياسيين أن ندفع البلاد في اتجاه المجهول؟ اليوم لابد أن يكون الحوار هو الفيصل قبل أي شيء آخر. نحن
بعد رحيل المخلوع اتفق يعني السياسيين خاصة في انتخابات 23 اكتوبر واجمع الكل على ان صندوق الاقتراع هو الحتم. فما الجديد يعني في هذه البلاد حتى اليوم ننقض هذه العهود ونقول لا الديمقراطية لم تعد تصنع؟ أخي العزيز انا اؤكد لك ان من يدعون اليوم الى تقويض مؤسسات الدولة في الحقيقة انا اقول لهم أدعوهم إلى أن يتوبوا إلى رشدهم. ليس من مصلحة التونسيين وليس من مصلحة بلدنا أن نتنازع بالخيار الديمقراطي. وإذا كان سيستمر هؤلاء في هذه الدعوات أنا أقول لهم أنتم تعطون صورة قاتمة على نعم. الخيار الديمقراطي وتداول السلم على السلطة لأنه نعم. لا أحد في المستقبل سيصدق أن الديمقراطية هي الحل. لابد أن نظرا لضيق الوقت نشكرك على التدخل هذايا مع الشكر سي عبد الحميد. إذن سي الحبيب كما استمعت أنه بالنسبة لهذا الائتلاف الوطني لاستكمال أهداف الثورة حسب المنسق العام تاعه حد أهداف، لكن أهم ما يسترعي الانتباه هو متابعة الرزنامة اللي قدمها رئيس الحكومة سواء اتصل الأمر بإتمام الدستور أو بالانتخابات القادمة، لانه هذا هو معناها باش تنجم تغلبهم الناس هذو اللي يحبوا ينقلبوا على المسار. احنا اليوم نحكيوا باش نبسطوا للشعب البسيط اللي ربما مل من هكا الخطابات الخشبيه وبلغه مدرا كيفاش وكذا بوضوح. تونس راهو مختلفه ومتنوعه ومتعدده، لكنها القوى السياسيه نتاعها نجموا نقسموها على نوعين. ثم القوى المستفيدة من الثورة والانتقال الديمقراطي راهي مختلفة برشا، تبدأ من الجمهوري كل من كانوا ضحايا استبداد بن علي شوية ولا 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 ياسر، كل من طالبوا بإصلاح المنظومة ولا إسقاطها ولا كذا هما من مصلحتهم أنه ينجح الانتقال الديمقراطي. وهكا علاش يتفرزوا ديما كي تضرب بعضها والقوى متاع الانقلاب تمارس أبشع مظاهر معناها تصرفاتها وتخرج أبشع سيناريوهات تتفرز الأمور. تو تتذكروا أنتم سينجيب الشابي مباشرة بعد اغتيال الحاج محمد برامي وفي حالة من السخونة وكذا، وقال يتحل المجلس التأسيسي ويتحل الحكومة رغم أنه الموقف متاعه قبل ذلك قبل نهارين كان صحيح خرج عليهم براتيكمون بعد على جماعة نيدا تونس واكتشف أنهم مرتد معناها ناس حبوا يرجعوا بينا للمرحلة الدكتاتورية والنظام القديم وبدأ معناها. ولكن طبعا الصدمة كانت شديدة. هي قال حل المجلس التأسيسي وحل ذا، لكن لما بردت الأمور وركح شوية وكذا قال اوكي من حل المجلس التأسيسي لا اما يا اخويا الحكومه نتناقش ايش نتناقش شويه عاش فيه. وبالفعل علاش؟ خاطر البلاد يلزمها تو تتفرز بوضوح، تتفرز بين قوى انقلابيه تريد ان تعود بنا الى لكن تو الناس كل تتحدث عن واضح انقلابيه واضح عنوانها لا تتحدث عن قوى انقلابيه بل تتحدث عن اشخاص تتحدث عن اطراف سامحني سي حميد واضح واضح ثم تو تقول قناه تقول اطراف الناس كل تتحدث على اشخاص على اطراف قامت بانقلاب قامت بانقلاب لا هي 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 الصوت الخارجي للانقلاب شكون قام بالانقلاب وشكون كان ينجم يطبق الانقلاب علينا هذا اسال رجال الامن اللي يقع لا اللي يقع السياسه اللي يقع من الناحيه السياسيه في ناس هما صوت الانقلاب ايه من الناحيه السياسيه ويزيدوا يعيطوا توا باش نحطوهم في الحبس تعرفش علاش. ثم انا قالوا لي برشا قالوا لي تو هذا طاهر بن حسين نهار كامل يصيح وكذا يقعد يقول في كلام راه ضد القانون ايش بكم حاطين شنو يشبيه الحكومه معناها هذا سؤالي تقريبا لا لا تحطوا في الحبس توا لا مش هذا من هزيمته هو توا حطوني في الحبس لانه سيء فشل في العمليه الانقلابيه نتاعو توا يعمل في الماكسيموم باش تهزوني للحبس باش وقت اللي يتهز للحبس يولي يتهز للحبس خاطره عبر على رايه حطانه في الحبس هو انقاذ له يلزم نخليوه معناها كنموذج ممثل اغزروا له يا توانسه ها وش معناها تعتقد انه وصل للنقطه ما عندوش مخرج منها بطبيعه الحال ما عنده مخرج هو غيره معناها الا انه يتحط في الحبس ما عنده ما تنجم تنقذه كان ما تهزه وتحطه في الحبس شوف جرأتهم وشوف كلام معناها احنا نقولوا فاق الحد المعقول احنا نقولوا ما همش باش تحطوا في الحبس باش تحطوا في مزبله التاريخ يعني هذو ناس غدروا بمسار شعبهم
بإرادة شعبهم. تو يلفظهم التاريخ شيئا فشيئا وينتهون كنكران. مسألة وقت معناها. ما طبعا. مسألة سياسيين. أنا ما اتفقش معك في التقدير بالنسبة لنجيب الشابي، لا أعتقد أنها صدمة ثم رجع على عقله. أنا أعتقد أنه لما مات الإبراهيمي حب يصطف مع الرابح، فظن منه أنه يكون زخم وانقلاب كما صار في مصر وبيسقط الحكومة فأصطفها مع الرابح. فلما صار الوقت شوية وراء اللي الشارع ما جاوبش، فأراد أن يصطف مرة أخرى. يعني بوصلت ولم تكن الثورة أو لم تكن المطالب الثورة أو لم تكن كانت تموقعه مع الرابح وقراءته لمن سيفوز. نهار اللي مات الإبراهيمي نصور كان أقرب منه. نحب نحسن الظن ببرشا ناس والله بالحق. عندي رغبة أنه الفرز في البلاد هذه يا ودي راه خصمنا، باش ما نقولش عدونا، خصمنا الحقيقي هو دولة الاستبداد والفساد. عندهم ما يعايزهم يمشيوا على رواحهم. معناها أنت 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 تحب نجمع القوى. أحسن الظن حاجة ضحية الثورة المضادة. طبعا جزء من المعارضة هو ضحية الثورة المضادة. لا أعتقد أنه ضحية في عمره في خبرته السياسية، يعرفهم الكل اللي يتعامل معهم اليوم مدة 30 سنة ويعرف مواقفهم ويعرف تاريخهم. لا أعتقد أنه ضحية أو بوهالي عداه عليه. معناها لا هو عمل مجموعة خيارات الثورة ما عرفش تتعامل معها زادة سياسي. هو مش تعطيه المكان ربما لا ما كانت هو ضيحها. لما 15 جان في كان هو رئيس تونس، فلما يخرج لك انت جميع الاغلاط الممكنه والسياسيه غلط برشا في حجمه أينا. فكان جميع اللي يخرج لك يقول لك انا حزين لحل التجمع في فيفري. الناس مازال زخم ثوري بالضبط. يعني عمل جميع، هو كان يعتقد انه عنده من برشا من يصرف فإيسي بيرمي أنه يحتقر الشعب. يوسف القصب واحد برا وروحه يعني وليت وزير اسم زيته تحبه. يوسف وزير التخطيط أنه ما عارف ميزانية تونس. يعني جميع الأغلاط الممكنة السياسية كان يحتقر وزن الشارع. كان يعتقد الوزن مازال كما في عهد بن علي تعمل في السلونات السياسية. أنت وزن فلان، أنت خرجت بين، لا انسى ما قراش وزن الشارع. فكل يوم يزيد وكل يوم يصرف منه مش ينقص. هو مش فايق. وصل الانتخابات فهذاك حجمه. كان نهار 15 في كان نجيب الشابي رئيس تونس بلا منازع سادة. ما كان نازع على بلاصته حتى وغير حتى حد ما هو قادر. هو قاعد يمشي ويطيش ويتيح. وشكون يهز؟ المرزوقي بن جعفر. ما غير بجهد الأدنى، جهد الأدنى والغير من الأسنى اللي ضيع فيه هو بمسانته لحل التجمع بمواقفه بالله سامحني. اللي لما يخرج نجيب الشابي في مسيرة سيب الحكومة تخدم على روحها بتاعت بندير وتلحيس للسبسي وقت يحكم، كيف تري من الناس المواطن العادي أن يحترمه؟ احنا لما يعمل لك ما يحترمش الصمت الانتخابي ويجي يتحدى القانون الانتخابي ويحط تصويرته رغم ما يقولك أنا إذا إنسان يحترم القانون وهو مازال ما وصلش السلطة ملك أن يوصل يعمل لي أفيش فيها تصويرته ألا بن علي. معنى جميل أغلاط ممكنه. لم لا مش الطبقه السياسيه نقصت من قدره، هو نقص قدره بنفسه فعاقبه الشارع عقابا شديدا. والمشكل وين؟ اللي مازال داخل في حسابات سياسيه يعتقد انه لما يتحالف مع فلان وفلتان قد ينقذه فلان وفلتان، ما حبش يتصالح مع الشارع. اليوم نجيب الشابي ايش يعمل؟ يتحالف مع نداء تونس. ليش؟ لانه يعتقد ان نداء تونس عنده الماكينه الاعلاميه والماكينه الماليه والماكينه السياسيه، فهو ينتظر في الانقاذ من سياسيين. ما مشاش للشارع، ما حبش يستنى ولا يطلب الانقاذ من الناس من الشارع. قاعد يغلط في نفس الغلطه. واليوم زيد احكي مع الناس، حتى جماعه في حزبه انشقت عليه، احكي مع الناس نجيب الشابي تقول كل يوم كنت نحترم هذه كما تسمح كنت نقدره، لكن اليوم كنشوفه وراه يرقص من هنا لهنا لهنا لهنا. حتى ماكس مطالب باش يكون محلل سياسي مخضرم. اي مواطن تقول له يا اخي شبيش، يقول لك شبيش شبي مش كان هكا بعد ولا هكا، كان يسخي بهذوم باش يربحوا. تعرف هذوم باش يربحوا منطق المصلحه السياسيه معناها براغماتي فوق اللازم. لكن هذا مش براغماتي لانه سامحني جميع خذا جميع الاختيارات الغالطه. الانسان البراغماتي يعمل اختيارات باش يوصل لحاجه. اذا الهدف نتاعو انه يوصل للسلطه هو في يوم من الايام هو جميع الاغلاط الممكنه عملها، جميع الخيارات الغالطه عملها. انا اعرف صديق قال لي انا لما تتخلط علي الامور وما عارف شنو الصحيح من الغلط نشوف شنو اختار نجيب الشابي واختار عكسه هو، لانه منذ 14 جانفي من 13 جانفي باش نكونوا صريحين، لان الناس ما تعرفش 13 جانفي كان سعيد جدا بخطاب بن علي وقال اعطانا كل شيء واش مازال نحبه وكان باش يدخل في مفاوضات شنو بايو من الكعكه. من 13 جانفي وهو ضيع البوصله تماما. هذه هي النقطه اللي حبيت اختلف فيها مع ياسين. لكن احنا تو الوضع الحالي باللي تكون ثم مسؤولية محمولة على الجهة هذه ما نجموش ننفيه أنه مسؤولية.
ايضا محموله على الجهه الاخرى. انا هي الجهه الاخرى كل الاطراف مسؤوله. لو كما نحكي انا عن المعارضه كما نحكي عن الحكومه ياسين 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 هكا هكا يشني انا على الثوره هذه ما يفعل نجيب الشبي قال صدمه مصدمه لا 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 مصلحه وحساب سياسيه لا اصور انه رهيف مسكين وتصدم صراحه بعد ينسى السياسه واللي شافه اعتقد انه مشاعره اكسح شويه من انه مسكين تصدم وقلب وجعه صراحه ومواقفه ورات اللي هو لا اخر حاجه عنده هي العاطفه واخر حاجه عنده هي العواطف. انهارت اللي مات السيد كان جايب الحق متاثر يقول انا اليوم لا احكي على جثه صاحبي حتى نمشي ندفنه وبعد نحكي في امور السياسه. هذا الانسان متاثر واللي بالحق غلبته العاطفه مصدوم. اماش نص ساعه بعد يقول لك نحل مجلس تاسيسي يعني يلوج في ماذا يمكن ان يربح سياسيا منه ويلوج على استيفاء سياسي. هذا هذا مو هذا راي واضح ياسين وكان متكلمش وكان متكلمش هكا ما يكونش ياسين وطبعا انا في هذاك موقف محترم لكن هنا النقطه لا باش ما يزودناش الوقت احنا بالنسبة لينا قلنا المسؤولية مشتركة. اي هذا علاش انا ما تجيبش تكون محمولة على جهة دون اخرى. لا حبيت ثم عديد الاطراف اللي اسهمت بشكل او باخر بطريقة مباشرة او غير مباشرة في اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم. اي بشوية عاد فهمت في حاجة سي زوير. حبيت نقول هاي سقوف الثورة. ياسين هاك سقف الثورة وعنده حق وردوا بالكم هاي سقوف. لكن في نفس الوقت السياسي بعد يجي يقول يا سيدي مستعدين نتواصل مستعدين وظهروا من مضطرين نتوافق رغم ما كان يقولوا راهو على امتداد من 23 اكتوبر لتو راهم وجعوا البلاد وجع كبير وكبير جدا. انا هذوكم اللي وجعوها على خاطر ما ينجموا كان يوجعوها نقصد بذلك الثورة المضادة والقوى المضادة للثورة هذوكم بطبيعة الحال اتوقعوا منهم كل شيء نجيب وحما والجبهة الشعبية واليسار الوطني والقومين أنا ديما نقعد مثال خلني نكمل أنا شوية سياسة ما خليلكش مكان للثورة يقول لك أنا حب ننجح الثورة بشكون احنا في اللحظة هذه سوا ياسين احنا في اللحظة هذه استطاع الشارع بيك وبأمثالك وبالشباب وهذه هم اللي مش فاهمينه هذا ألق الثورة الشباب الثورة هذه انا قلت لهم فشل الانقلاب ردوا بالكم وعندنا حتى اصدقاء في الحكومه قلت لهم ردوا بالكم تقولوا ان فشل الانقلاب خاطر انتم راكم مهفات ولا راكم انتم معنا عظماء كحكومه فشل الانقلاب بالضبط فشل الانقلاب عندكم شارع متيقظ عندكم نخبه وطنيه صادقه معاكم عندكم شباب عندكم مدونين عندكم شارع ذكي اختار انه يدافع عليكم لانه باش يدافع على تونس المستقبل والديمقراطيه والشرعيه هذا ما فيش انا ما عنده مسؤوليه طبعا هكا علاش اللي قاعدين نتحدثوا فيه هكا علاش قلت لك انا سي وصلنا الرساله وياسين ومن وراء ياسين وصلوا الرساله والشارع الحقيقي وصل الرساله وقال لن تنقلبوا على مسار الشعب التونسي حتى ولو كانت هذه الحكومه تتعثر وتخطئ وفرزناكم يا قوى يا مضاده للثوره والان الرساله الى من يريد ان يسمع الرساله من اصدقاء الامس يا اخي يا اصدقاء كنا اصدقاء في مقاومه الاستبداد كنا الى متى وجعتوها ياسر الثوره من 23 اكتوبر لتو خاطر عركتكم مع خصمكم الايديولوجي عملتوا عركه مع تونس عملتوا عركه مع الاراده الشعبيه لين قريب ترجعوا لنا المنظومه القديمه بل وضعتم يدكم في يدها اذا حال الوقت ما تنجموش ما قدرتوش لهذه المنظومة لو القديمة لو كانت قادرة تعود راهي عادت نهار 15 و16 و17 جانفي راهي عادت نهار 23 اكتوبر 2011 ما عادش نجم انتهى ايسوا منها يا اصدقائنا يا قوى وطنية وتعالوا الى كلمة سواء انه راهو مش من مصلحتنا لنحلوا مجلس تأسيسي ولا ماكم تقولوا حكومة فاشلة لان فيهم انتخابات لكن على الاقل في اللحظه الرهنه سي الحبيب باش لا باش نعطيو حلول عمليه احنا في اللحظه الرهنه احنا في اللحظه الرهنه انا اعتبرت حلت واضح اللحظه الرهنه ثم ناس قالت ما عندناش حل المجلس التاسيسي واضح باهي احنا تو في الحكومه الجمهور على الاقل موقف الاتحاد العام في الشغل كان واقف واضح نتناقش معناها الحوار مفتوح ما ثماش حل المجلس التاسيسي يرجعوا النواب نتاع المجلس التاسيسي لقبتهم
يرجعوا لقبتهم. هو صار الثلثين اجتمعوا اليوم أي. واكثر من الثلثين وما تغيب الا غالب عليه وعليك، وهما في محاوله من اجل استرجاع ارجع لقبتك وعبر على اراده شعبك، انت انتخبك شعبك شنو باش تستقيل حتى للاعلام فقط أي. وما حتى في الجلسه الصباحيه اليوم وقع لا وجلسه صباحيه وقع الاتفاق على انهم يعقدوا جلسه يوم الاثنين القادم أي. لكن بعد ان يقع الاتصال طبعا. بالاعضاء المنسحبين من اجل محاوله اثنائهم وانا اعطيك معلومه مسارج حتى أي. لمتفرجي القلم يعني باعتبارنا في الاخبار احنا ونتابعكم حتى السيد رئيس المجلس الوطني التاسيسي كان حاسم في المساله، غضب الاخت مي جريبي دليل على ذلك، خرجت قالت هذا الرجل ما قدم قيد انمله متمسك بشرعيه المجلس التاسيسي نتاعو اي مش تعبوا يقول لك لا قال لهم هذا هذه القبه يجوا للقبه والنقاش مفتوح يا سيدي من حكومة وحدة وطنية، الحكومة تتوسع قاعدتها لتحوير حكومي جذري، رسم الرزنامة، أما ابعدوا على منظومة الانقلاب، ابعدوا على منظومة الارتداد، هاكم تسمعوا فيها نعم معناها هاو صوتهم موجود في قناة تلفزية نهار كامل تسمعوا فيه، يبث في الفتنة ويبث في هادو لا هادو لم يرضوا نظر لضيق الوقت حبيب احنا نحاولوا نلوجوا على مقترحات على الأقل توا توا بالنسبة نتوجه لياسين معناها مقترح فما شكون يقول بحكومة وحدة وطنية، حكومة كفاءات محدودة العدد كما قال الاتحاد العام التونسي للشغل، حكومة إنقاذ كما دعا اليسار إلى غير ذلك، شنو اللي تراه أنت من موقع أنت من متابعتك أنت الأنسب والملائم للوضعية اللي قاعدين نعيشوا فيها؟ ليش؟ باش نحاولوا نقدموا بعض المنافذ، نحبوا نخرجوا بلادنا من الوضعية اللي قاعدين نعيشوا فيها، نحبوا نرتقيوا خطوة إلى الأمام باش ما نبقاوش في الوضع هذايا وإلا باش ما نتشدوش التالي. الدواعي اللي تدعو الى تغيير الحكومه او تغيير المجلس هي زوز ولا لي زيكسكوز اللي قاعدين يجيو هما زوز، الاولى يقول لك الارهاب والامن والثانيه يقول لك الفشل بتاع الحكومه. الارهاب والامن اللي قادر يقول لي كيفاش تغيير وزير بوزير او تغيير وزير حكومه ينحي الارهاب واللي الارهابيين ما عادش يضربوا ما عادش يقنبلوا انا نحب نسمعه. هذا مال السيد هذا هو اللي عنده تليكوماند الارهاب، ما راش حتى علاقة عضوية ما بين انك تبدل رئيس حكومة او الحكومة الكل او تنحي الحكومة وبين الارهاب انه يتنحى ما عادش يقتلوا في الشعامبي وما عادش يقتلوا في يقتلوا في السياسيين الا اذا كان عندك انت تليكوموند تليكوموند ارهاب. وهذا رجعنا اللي قلناه من الاول اللي هالارهابيين هذو ما عندهمش مخطط ارهابي، عندهم اجندة ارهابية، عندهم اجندة سياسية. الحاجة الثانية اللي يقول لي فشل اقتصادي واجتماعي واللي نسمعك كنت نصدق اللي التغيير ينجم يجيب جديد لو سمعت برامج ما سمعتش أشخاص. مريت حتى واحد قدم برنامج للإنقاذ ولا يقول لك أنا كنت في بلاصتهم نعمل هك، يقول لك لا حط الفلالي حط رشيد عمار حط لي لا، معناها كلها وجهت أشخاص واقتسامات. مراش كيفاش أنت جاي بلا برنامج قادر انك اليوم تتوكل تخدم البطاله وتوكل الجوع تملى بلاستيك ما شنو ما فيش معنى تملى بلاستيك تنجم تحل المشاكل الاجتماعيه الكبيره ايش معناها ايش معناها تملى بلاستيك معناها واحده منهم نرضاو عليك انت نتاعنا نخليوك تختم وهذا يولي اسمه شونتاج الدوله ويطلب الحزم مش ان نعطيه اللي يحب لاني اعطيته هذه غدوه شنو يحب اخر لكن انك تقول لي ان نبدل وزير بوزير باش تحبش تحل المشاكل معناها انت وانت ما عندكش برامج حتى شكون اقترح برنامج ترى شكون اقترح برنامج لحلول الحاجات اللي يعيبوا عليها على ترايك؟ يجي يشوفوا انت بيدك اللي يعيبوا فيها على ترايك، يقول لك التعيينات يا سيدي انا حليت الدراسه بتاع الخمسه اشهر اللي فاتوا، انت وين هي التعيينات اللي عملها ترايك؟ وين هي التعيينات اللي يقول لك خواني شقيت على ضمير وانتم معناها كلها تلقاها بلا 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 ومصادر خاصه تاع سفيان بن فرحات ويجيك واحد يحكي لك حكايه لا اساس لا راس وهم هكاك ما غير دليل وتولي حكايه وتولي واقع لكن ما غير حتى بروف وتولي مجموعه من واحد انت يا سيدي اللي تلومه اللي تلومه على ترايك الكل فسولي كيفاش بتبديل وزير او تبديل زوز وزراء او تبديل اربع وزراء من غير برامج اقترحت باش تحل المشاكل هذا تبديل الحكومات هي مجرد صفقات سياسيه بيعت وشري الاكثر الاقل يحب ياخذوا بلاصه الهدف مو حل المشاكل اللي يحب يحل المشاكل يقترح برنامج ما يقترح شخص لكن تبديل شخص بشخص كما قلت لك هذه مجرد صفقه واللي يعتقد اللي تبديل شخص بشخص في ناحيه الارهاب هذا سيد عنده تليكوموند احنا اليوم لاش في حاجه معناها نعمل حكومه وحده وطنيه لا وحده وطنيه لا حتى شيء لاخر تطر الحكومه نتاعها تكمل انتخابات وتحاسب على نتائجها انتخابيا لاني انا غدوه لما نحب نحاسبها الحكومه هذه حاسب على شنو
يقول لا انت اربع شهور نتاعك خلي الشهر نتاع الجبالي وثلاث شهور معك نجيب الشبلي شكون باش يحاسب بالك تو تفرق قدمه بين القبائل تاخذ العميل نتاعك سيدي بعد عامين وحاسبك انت خبير انا قر مسفين بالفرحات والمعز المغربي قر يقول اللي هو جاع واللي هو اللي هو خايف مسكين يرعش لا لا سيدي انا نشوف نتائجك خدمتك وحاسبك انا كمواطن رضيت بك حكومه وعيد انتخابك مريتش بك وشفت البيلون تاعك خايف انا اعاقبك انتخابيا واعمل غيرك ممكن في اقصى الحالات انا نتابع كما قال المنسق العام انا راهي ينقذ الحكومه هذه اذا كان فاشله تبديلها ينقذها لان اليوم تقول لك لا خمس فرق الاخرين مش نتاعي انا وممكن خلاني نكمل لا سيدي خذ فرصتك كامله وحاسب محاسبه كامله تحمل مسؤوليتك كامله لكن اليوم ندخل فيك نجيب الشابي وندخل فيك احمد ابراهيم مش كومش حاسب من بعد معنا نفس السبقه السياسيه تعمل لي تقعد على قلبي هي بيدها ومن بعد كي نجي نحب نخلص ما لقاش شكون حاسب ما لقاش شكون حاسب معناها انا بالنسبه لي مش الرقم فقط المواعيد بتاعها حتى المواعيد اللي التزمت بها حتى المواعيد يكون واضحين الدستور النسخه على الدرافت تحضر وشفناه ونتعدل التصويت اللي زي قعدت وحده برك اللي معطلينه على الحضور هم جماعه معارضة. قانون تحسين الثورة يا سيدي هم نساوه توا وتناساوه وما عاد يحكي لي حتى حد شمينا ريحة الصفقة اللي من ما يتنحى وهذا قولها حديث الكواليس انه يتنحى مطالبة اتحاد الشغل بحل مجلس تأسيسي مقاعد ثمن متاع هو السكوت وتطفية الضوء على تحسين الثورة وخليهم بعض توا على الأولوية هذه على الأولوية الأخرى على الأولوية الأخرى والنهضة نحب أقولها لها اللي في السياسة البهامة جريمة والجبن جريمة وعدم أخذ الموقف جريمة والجرائم راه يحاسبوا عليها وعندها مسؤولية. أنا إنسان يقول عمل الانقلاب وعندي المعلومات مؤكدة الانقلاب صار ما بين نقابات الأمن وبين الجيش وناس تحوس في الشارع فمن أنت غدوة ولم يطول عليك من تفجير ليلة العيد وليلة القدر فأنت تتحمل مسؤولية هذوكم. أنت لما بعد المعلومات اللي لقيتها بعد قتلان بالعيد وحبي يتخرجها وبعد يصير لك تقتلوا تسعة في الشعامبي أنت نعم. تسعة هذوكم دمهم في رقبتك أيضا والناس هذوما هك جربتوا أنت تعطيهم تنازلات وهم يزيدوا يطلبوا أكثر لأن هدف بتاعه مش حكومة التكنوكرات لا مش منذ قليل تطلب هو يعطيك لانه ما يوصلش صندوق الاقتراع في يومنا هو يحب يحكم وحده وانت مكانك في السجن وهو يحكم وحده نعم. من غير احتكام للشارع لانه يعرف كل مره يمشي للشارع الشارع سيعطيه على راسي لانه الشارع يعرف الشيخ ويعرف الشيخ ترجع اذا مع شكر ياسين على نظر لضيق الوقت مش عندك دقيقه حبيبي على اقصى تقدير لهنا التعقيب على ما يمكن ان يكون مقترح بالنسبه للحظه الحاليه أنا في تقديري الآن انطلقت الحوار انطلق ولكن بطريقة معناها غير مباشرة برسائل غير مباشرة الانقضاض على الحكم انتهى فشل ولم يعد هناك إمكانية لا لحل المجلس التأسيسي ولا حل الحكومة ثمت فرزة القوى المعادية للثورة وللانتقال الديمقراطي ظهرت بوضوح ثم قوى أخرى تريد أن تنأى بنفسها وتبعد على هالمستنقع هذا وتقترب معناها للوسط وخلينا نشوفه نكملها الربع ساعة الأخيرة في الانتقال الديمقراطي ونمشيه للانتخابات ووقتها تظهر حقيقة الأسعار اللي طلعوها وهبطوها بهالتلافز هذه اللي نكرات رجعتهم لنا نجوم وناس معناها حقيقيين وموجودين معناها ما يعرفهم حتى حد والشارع بطبيعة الحال والشعب التونسي نهار اللياقة في راس هو والصندوق سيقول كلمته وأنا في تقديري لن تكون كلمة أخرى غير القطع نهائيا مع منظومة الفساد مع الشكل 10 ثواني كلمة أخيرة نحب نوجه نداء للسيد وزير الدفاع إذا يحب احنا مواطنين نتطوع جمعة والعشرة من وقت نجيو للجزرنات نهبطوا ما نمشيوش للساحل الفرون يا سيدي نهبطوا نقصوا البطاطا نهبطوا للصنادق نحطوا دبش باش الجنود تمشي تحرس الحدود يا سيدي اعطينا القول انا ما قلقنيش ونجيو للجزرنات واحنا ننظموها لك ونجيبوا لك سبب تونس للجزرنات مع الشكر ياسين. اذا اعزائي المشاهدين هكذا ناتي الى نهايه هذه الحلقه من رجع الصدى على امل اللقاء بكم مجددا في الحلقه القادمه الى اللقاء.